عامة بيبقى في جمهور بقى وانا اقعد بطلع هو كمان بيضحك كده يعني. بس اوكي يعني اول موضوع هتكلم عليه يا جماعه بما ان مفيش دخل بقى وكده اوكي انا شفتوني في اليوم السنه الحمد لله اوكي. اول موضوع هتكلم عليه هو موضوع الكلاب. طبعا موضوع الكلاب الكلاب عامه يعني عند كل الناس ده الكائن الوفي الجميل اللي هو البابي هاو هاو الحسن اللي قلت عليه كده يعني تمام. انا بقى علاقتي مع الكلاب يا جماعه علاقه لذيذه جدا. بص هي نفس علاقه السيد حمدي وميسي بالظبط تمام. علاقه لذيذه جدا. بص هم بيستنوني اوكي من اول الساعه 3 الى ما بعد الفجر تمام. بعد كده بيحب كلبين كده اتنين يعني ميل وفيميل تمام. بيجددوا علاقتهم تمام كل يوم تحت شباكي اوكي. دي ازمه. الازمه الثانيه ان هو بيجري ورايا اوكي. فانا لما جاء طفح الكيل جيت قلت لبابا بابا انا لازم اعالج بقى الحوار الكلاب ده. قال لي خلاص بص هو ده بسيط قوي يا عمر تمام. انت هم قدامك تمسك المكتوبه وترمي اهو سهل. بص ما ترميش يعني انت هتمسك المكتوبه وترمي هتلاقيهم بيجروا. قلت بس الموضوع بسيط جدا. قمت جاي التاكسي وانا مروح مره قلت ايه انا كل مره بينزلني قدام مره واجري تمام. المره دي لا نزلني قبليها بقى تمام. ونزلت قبليها قمت داخل على الكلاب كانوا داخلين عليا لقيت واحد منهم طالع لي بقى ترارارم دم وداخل وانا داخل تمام. لقيته جاي قلت بس ها ما جاليش تمام. قام جالي بالظبط كان بص كده فيها معناه يعني انت عبيط الكلام ده اتلغى انا من زمان انا ده قديم قوي ده في الكتاب القديم ده اتلغى والله اتشال من المقرر. انت مواليد سنه كام؟ وهنا كانت الازمه. اكتشفت ان انا خلاص علاقتي انا والكلاب مش هتتحل. بس اقول لكم جرى ورايا بقى ولفيت برضه شويه من ورا ودخلت تاني ورا. بس دي موضوع الكلاب خلينا نرضى على جنب. في ازمه يا جماعه تانيه بقى موجوده عندنا كلنا تمام؟ لان في جمهور بقى مفيش جمهور تمام؟ عندنا كلنا وهي وظيفه الطنط. بصوا هي ممكن تبقى طنط كوثر طنط عفاف بقى انا هسميها طنط شيرين تمام؟ هو مسمى وظيفي هي بتشتغل طنط يعني في البطاقه طنط انثى طنط تمام؟ اهي الطنط دي تدخل البيت ماشي؟ عارف مكان انت هي على طول رش يعني طب هي عفانه شي نوز تمام؟ هي مش قريب او قريبتك هي نسيبه خالتك جارت عمتك بس هي عارفه وموجوده ماشي؟ هي عارفه ربع ازازه الخل اللي في الطرف اليمين في المطبخ ماشي؟ تدخل على الانتريه على طول وانت معدي تمام؟ ايه ده يا عمر ده؟ ايه ده؟ كلبصت كده ووصوصت وصوصت يا ولية؟ وصوصت ماشي؟ لا 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 بس اتخنت وحلو وربربت كده اوكي تمام؟ دي عندها بص توابع كده صغيره شيء اسمه ميار بنتها هو مسمى وظيفي برضه شكله ميار تمام؟ ده كله عندنا في الازمه. ميار دي بقى مسمى وظيفي تمام؟ دي بقى واحنا قاعدين معزومين عند طنط شيرين والحدث ده ما بيتكررش انا كل 16 سنه تمام؟ قاعدين فتقول لي انت خبطه ميار والله يا عمر ميار اللي عامل الاكل كله. الازمه ان ميار دي دايما قدنا اصغر مني بسنتين الجلاس دي انت ها ودايما وحش تمام؟ والله يا عمر ميار اللي عامل الاكل كله والله العظيم طنط فظيع فعلا حلو اكل جدا. اول مره ادوق كوسه كريسبي ما شاء الله كوسه وكريسبي يا والله لا لا كريتيف يا ميار تمام. ومامتك بقى تخبط تحت مش هنقفك انا كوسه حلوه قوي كريسبي تمام. طنط شيرين دي تبقى قاعده تبص على الفازه كده ايه الفازه دي؟ انت جبتها دي؟ ما هي عارفه بقى عارفه كل قطع اساس فين الفازه دي كده؟ لا لا مش حلو جبتها كام؟ مبلغ معين لا كنت جبتها 120 والله كنت جبتها 120 والله العظيم لا اضحك عليكم فيه لا خالص اهي تسمع منها عظه دي تبقى تحت جايه العماره بقى وقاعده معاه والله العظيم يا حبيبتي والله يعني عم محمد تحت والله الزمن بيبان عليه يعني الزمن ده عامل زي النحله يوم في ايديك وقافله تسير والله تسمع منها كل الامثال اللي في العالم عادي تمام. غير طنط شيرين واتكلمنا عن ميار في توابعين صغيرين هو ولدين صغيرين هو هما كائنين عارفين سن 13 15 سنه ده
هلا هذا الكائن، الكائن هو مش بني ادم بس، تمام، كائن لزج حبب وشعره ده غريب، تمام. ده بقى ازمتي مش فيه، مش ابدا خالص ان معاه ايفون من اول ما اتولد، ابدا خالص. يعني مش ازمتي خالص الطبقيه دي، ان انا بابا لما عمل معايا واجب جاب لي موبايل فلاش لايت نوكيا ده، ماشي، بقى ماشي في الشقه يا موري عامل ايه الموبايل، عامل ايه فظيع يا بابا، حاطه في الشاحن ما تقلقش عليه خالص، فظيع بينور، تمام. لا مش ازمتي كده خالص، ازمتي في علاقاتهم في 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 في, في الاجتماعيه. فنقول مثلا الفيسبوك، او 13 سنه عنده اكونت على الفيسبوك، 13 سنه اوكي، وكاتب ستاتس ماشي، لقد فطرت قلبي، لقد اثرت في مشاعري، لقد خطفت بصري. بصر ايه يا حبيبي؟ اقصى شيء خطف بصرك هو ابطال الديجيتال لما صنديد مات، ده اقصى شيء اثر فيك يعني، فاهم؟ يعني دي كانت الازمه، ومش ازمه في الولد ده، ازمه في الكومنتات بقى ما بعد بقى تقرا بقى. اه والله انا عندي نفس الفيلينج بالظبط، يعني نفس الفيلينج. ايه يا بنت؟ يا بنت انت لسه طالعين من كفوله. انا قديم ماشي كفوله، تمام. سيبك بقى من ابو فيسبوك، ندخل بقى على اللي عنده 15 سنه ده، كبر راح عند الرابع كده بقى، بعد تويتر الحمد لله، تمام. جماعه نصيحه، اللي عنده تويتر ماشي يقفله، يقفله ماشي، مفيش حد تاني. واللي ما عندوش تويتر ما يحملش تويتر، تويتر ده حالة بقى. بص، هو انت لما تعمل ريجستريشن بيطلب منك فيرست نيم سكند نيم والايميل ماشي، وتحت كده هتلاقي في ما حدش بياخد منه قبيله قوي، يعني حاجه كبار كده ماشي. انت عميق ولا لا؟ نعم دخلت. لا للاسف بيقول لك تراي اجين، لازم عميق، تمام. عمق بقى فطار عميق، تويتر عميقه. وفي حاجه، منير عامل البومات كلها لتويتر، لسه اجمل يوم ما جاش هاشتاج منير. طب امتى جاي؟ كل يوم. سويا سو حبيبي حدا سو هاشتاج منير سويا سوي. ايه العمق اللي في تويتر دي يعني؟ الازمه مش كده بقى، الازمه بقى في ايه؟ كانت انا حاسس اهو دول بقى يجوا بقى كل 3 شهور يحوش الحمد لله، ويجيب نوتيلا ام 18 جنيه ماشي، ويفتحها ياخدها صوره ويصور وتويتها بقى ماشي، تويتها بالصوره فطار كل يوم. بالليل بقى تلاقيه بقى هو بنفس النوتيلا ماشي، ومعاه كوبايه القهوه، ويكتب تويتها بقى العمق اليوم لما ماشي. وهم اصلا ما عندهمش قهوه، ما عندهمش سكر اصلا، بقول لك محوش بقى 3 شهور النوتيلا. هو دي الازمه، ده تويتر يا جماعه. خلصنا بقى الطنش دي ماشي، وننسى الشخصيات دي كلها. عندي شخصيه ثانيه اسمها بشير تبعي يا جماعه، يعني اي حد زملكاوي هنا او اي حد كان بيتابع كوره هيعرف ان ايه بشير تبعي. هو بص مدافع كان محترم جدا كل حاجه، بس هو كان قصه صغيره قد كده، شيء بسيط قوي يعني. هو كان بيبلع لسانه اكتر بلد واحد لبع لسانه في العالم ماشي، كان بيبلع لسانه كل 2 و4 مثلا، فاهم؟ واحد بلع لسانه في ماتش، في ماتش بنلعب القناه يوم الثلاث الساعة 3 الا ربع، وخد منهم 6-0، بلع لسانه ليه؟ مفيش أي تبرير. لكن بشير التبعي في ماتش الأهلي والزمالك 6-1، بشير بيبو وبشير بيبو وبشير بيبو وبشير بيبو وبشير اتعمل فيلم من كتر ما ده شيء مؤثر، تمام؟ بيبو عامل بشير التبعي شوارع والله، قطعه سلايسات كده على الأرض، مرمطه ماشي، بلاش لسانه، هنا تبع لسانك بشير، يعني هنا تبع لسانك بتوقف اللعب كده ماشي، ولم الموقف بعد 6-1 مفيش بعد كده، تمام. بس انا كنت مراعي ظروف بشير، يعني بشير كان جنبه مدافع تاني ماشي اسمه وائل قباني. وائل قباني ده الحمد لله ده اول حاجه اتولد كان رجل، طلع له بني ادم على سن 3 4 سنين ماشي، كان رجله جت هنا يا جماعه، كان بيقعد جنب بشير تبع حاجه ماشي، ورجل وائل قباني هنا، وائل قباني ده ماشي. بس هو كان اسمه حاجه برضه ثانيه، وائل قباني ده كان هو مدافع وياخد الكره من الهجوم للدفاع للهجوم، بدفاع الهجوم، وتلاقي وائل بقى بيصوت بص يا وائل بص بص يا هاي بلع لسانه عادي جدا يعني. بص هو بشير طبعي كان نوع من انواع القمص، قاعد مع مراته مثلا وهو بيحب صينيه البطاطس جدا، قرصتها زياده في الفرن ناشفه وشها، ما بحبش البطاطس قلبها وقام بلع لسانه عادي جدا. هو نوع من انواع القمص يعني، فاهم؟ انا مع واحد صاحبي ريدو والنبي هو بالميه ده والنبي يعني ريدو بجد بلع لسانه، هو ده نوع من انواع تعديل القمص بس كده. شكرا، السلام عليكم.